بعض الناس يغلط غلطا فاحشا في فهم كلام الإمام أحمد رحمه الله لما قال عن أهل البدع: بيننا وبينكم الجنائز، بمعنى أنه وإن ظهر أمركم في هذه الدنيا إلا أن يوم الجنائز سيظهر العدد الكثير لأهل السنة، إذا توفاهم الله عز وجل سيظهر المشيعون الكثر في جنائزهم. فكلام الإمام أحمد رحمه الله إنما هو لأهل السنة وليس للجميع، ولذلك جنازته رحمة الله عليه كانت جنازة عظيمة، وكذلك جنازة شيخ الإسلام رحمه الله كانت جنازة عظيمة شيعه عدد كبير. فبعضهم إذا رأى في مثل هذا الزمن العدد الكثير في جنازة مبتدع أو في جنازة إمام من أئمة المبتدعة أو جنازة من أظهر فسقه بغناء أو بتمثيل، ظن أن كلام الإمام أحمد رحمه الله يعود إليه ويعود إلى هذا الشخص، وبالتالي فإنه يرفع ويعظم. ولذلك أمثال هؤلاء لو رؤيت صفحاتهم في وسائل التواصل من المبتدعة ومن الفساق نجد أن عدد المتابعين عندهم عدد كبير. فلا يعني أن المحبين لهذا الشخص إذا كثروا في جنازته لا يعني أن طريقته طريقة سليمة، ولو حضر من حضر في جنازته من الملايين. وبهذا يظهر كلام الإمام أحمد رحمه الله من أن قوله بيننا وبينكم الجنائز إنما هو خطاب لأهل السنة، لكن من ضل بفسق أو بهوى أو ببدعة فأعطى هؤلاء المبتدعة أو هؤلاء الفساق أعطاهم مكانة وحضروا في جنازته، أو أنهم تابعوه في حياته بتلك الأعداد الكبيرة لا تدل. ثم إن كلام الإمام أحمد رحمه الله ليس مضطردا، فقد لا يحدث مثل هذا عند بعض أهل السنة، فليس مضطردا. والعجب أن بعضهم إذا رأى جنازة أمثال هؤلاء ممن هو مبتدع أو من هو مجاهر بفسقه بغناء أو بتمثيل، العجب أن بعضهم قد يجعله في كلامه يجعل هذا المتوفى مع ما لديه من البدع قد يجعله من حيث الثناء كأنه إمام من أئمة السنة أو كأن له آثرا عظيما، بل إن بعضهم قد يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنتم شهداء الله في أرضه. هذا قلب للحقائق وقلب الفطر، نسأل الله السلامة والعافية، واستدلال بنصوص شرعية في غير محلها. بل ربما أن هذا الفسق أو أن هذه البدعة التي عملها هذا الشخص قد تلمح وتزين على أنها حق وأنها من الدين، وهذا قلب للمفاهيم. فكيف يكون لهذا الشخص، كيف يكون له كما يقال من أنه صاحب رسالة وهو صاحب غنى أو صاحب تمثيل أو متبني لبدعة أو ما شابه ذلك؟ ولذلك أمثال هؤلاء يحذر منهم، وحذر منهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك في حديث حذيفة كما في الصحيحين قال صلى الله عليه وآله وسلم: دعاة على أبواب جهنم.
وفي رواية مسلم اللفظ السابق البخاري وفي لفظ مسلم نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، فيحذر من هؤلاء. فقالوا يا رسول الله صفهم لنا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فقال يا رسول الله ماذا أصنع إن أدركت أمثال هؤلاء؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، فقال صلى الله عليه وآله وسلم تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل، وفي رواية مسلم ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فيتنبه لمثل هذا الأمر، فيحذر من هؤلاء ويحذر من هؤلاء، فإن من أعظم الافتراء على دين الله أن يؤتى بالنصوص الشرعية لتسويق أو لترويج أو لبيان فضل صاحب بدعة أو صاحب فسق جاهر بفسقه. ومن باب أعظم في الجرم أن تجعل بدعته أو أن يجعل فسقه من أنه من الدين، ويثنى عليه هذا الثناء. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عن ذلك الرجل الذي قاتل قتالا عظيما ومدح، قال صلى الله عليه وآله وسلم لما أطلعه الله عز وجل على حاله، قال إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر هذا، وفي ظاهره أنه أيد الدين، فما ظنك بمن أتى بما يخالف الدين ثم مدح وعظم. ولذلك أئمة الرافضة وأئمة الصوفية إذا توفوا انظر إلى الأعداد الهائلة التي تكون في جنائزهم، هذا دليل على صحة منهجهم؟ لا، فكلام الإمام أحمد رحمه الله لأهل السنة، ولا سيما في مثل هذا الزمن الذي ظهرت وأظهرت فيه وسائل التواصل، أظهرت الجميع من الفرق الأخرى فإن لهم أتباع. ولذلك قد يظن بهؤلاء من أنهم أهل صلاح وأهل خير، وسبحان الله يعني مثل هذا الكلام لا يروج على إنسان في قلبه إيمان ولو كان صاحب معصية من عوام الناس ومن أفراد المسلمين، لا يروج عليه مثل هذا الكلام. ولذلك معاذ رضي الله عنه كما ثبت عند أبي داود قال إن على الحق نورا، يعني واضح صاحب بدعة وصاحب فسق ويمدح ويقال إنه صاحب رسالة وما شابه ذلك، هذا لا يروج على عامة المسلمين، لكن لابد أن يحذروا وأن يحذروا من أمثال هؤلاء الذين هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا.